كم مارك لاتنبرغ لقلة في دولتين مختلفتين، رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني يفكر في تنظيم البطولة في 13 دولة أوروبية. الفكرة كشفت الكرة البرازيلية بولي يركض في أحد مستشفيات مدينة ساو باولو حسب ما أفادت مصادر طبية. متحدث باسم إسبانيا، برشلونة وريال مدريد يتقسمان جوائز الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الموسم السابق. نجم برشلونة ماريو بالوتيلي وصف العلاقة بين اللاعب ومدربه في مانشستر سيتي روبرتو مانشيني. ولا يخفى بحضور العديد من نجوم الرياضة العالميين، تقام في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض اسباير فور سبورت. سكاي نيوز عربية التقى في الجولة الرابعة من بطولة كأس اتصالات الإمارات، حقق الوصل فوزا صعبا على ضيفه بنياس بهدف من دون مقابل. هدف المباراة الواحدة. دولة جنوب السودان تنتظر المشاركة في بطولة رسمية للمرة الأولى في تاريخها عبر بطولة شرق ووسط أفريقيا للمنتخبات. البطولة تستضيفها دولة. إلى ختام نشرتنا الرياضية هذه الساعة مع رميلة.